حجينا في الشيوخ التقليدية في الشات شنو المشاكل اللي بتواجهها وشنو الاقتراحات اللي نسوها علشان للمستقبل ما نواجه صعوبات ونقدم يد بيد مع الإخوة الإداريين والعسكريين القاعدين في المناطق كلها. والحمد لله قدمنا لمدة أسبوعين، الإخوة المستشارين كلهم جابوا آراهم وجبنا كمان أفكار جيدة إن شاء الله نوصلوها للمارشال إدريس ديبي إتنو، التوجيهات اللي يدينا لها دائما نطبقوها. أخذنا دار يعني بخص التربية، بخص السيها، بخص المشاكل بين الشعب، بخص كل البرنامج حنا التمية حنا البلد حنا الجوفرنما، لأن هم يعني عندهم مسؤولية حنا الشعب أشياء، لأن عندهم فوق مسؤولية ده، لأن نخلنا فوق عم باكل يعني خوام الدواق دواق يعني ما بحلم يزو خدمة نعم أديل كله نقاشنا فوق. وفي الدور ده يعني نقاشنا نقاط كثار يعني منهم يعني كيف الشيوخ يعني يميزوا لشان ينجوا في خدمتهم، يقدروا يهاموا للبيع، يقدروا يشاركوا في مناطقهم، في هلالهم، في فرائقهم، كم مثل مشروع والظلم هناك. لازم النقط دي كلها هم يعرفوا وهم يشيلوا القدام وهم يوقوا الشعب وهم يا المشروع ده كله كان والظلم ده يقربوا في ايدهم لشان الشيء ده وقع فيه لتهم ويمشي عديل. الترديشن الله اول باول كخرمنا فوقانينا شمنا شنو الفوق ناقص، قلنا شيء ناقص وما بخليه يصير ترديشن قصوا مشوانا مشي الحكومة تربت منه قبل ديكورتيكي التكسر هسا قايدة وناقشنا وشلنا شيء الناقص منه وسئنا ريكومنداسيون منا الشيء ده كان طبخ ممكن الشيف تراشان ده كله كي عندهم مسؤولية بالكامل ليقدروا يساعدوا الحكومة من أي جانب المريض اللي يكون من ودونك ده أشياء ناقشنا فوق تقريبا أسبوعين ولقينا حل مال هو كونسيدر كله كي والحصه الفرده منها نرسلوه وبعد رسلنا ده نشوف الكونسيل اورينتاسيون المارشال دي تشات كلها.